عسلامة. كمال عويش مدير مهرجان بانوراما لفيلم قصير التوالي. مهرجان بانوراما لفيلم قصير التوالي اليوم دورته الخامسة تتم من 4 إلى 6 في بقاعة دهر الشريعة بمدينة الثقافة. حبنا قبل كل شيء حبنا نتوجه بالشكر للجمعية الأولية والأصدقاء المعوقين والمكتبة السينمائية التونسية سينماتيك من خلال هذه الجمعية والسينماتيك عملوا اتفاقية شراكة ليتحونا هذه الفرصة باش نعطيو هذا المهرجان. مهرجان بانوراما فيلم قصير فما 21 فيلم قصير مشارك اليوم من دول إيطاليا، تونس، الجزائر والمغرب وليبيا وتونس الجزائر والمغرب وليبيا هما متواجدين معنا وسيشاركون. بالنسبة للأفلام منقسمة بين أفلام مدارس، أفلام وثائقية قصيرة وأفلام محترفة يتنافسون على لقب أفضل فيلم كوميتراج، أفضل فيكسيون دوكيومونتير كل جاي. بالنسبة لش التحكيم منقسمة بين المخرج والمنتج والصحفي مبروك كثير، المخرج والمنتج التونسي أنيس لاسود والممثلة القديرة فاطمة بن سعدين. إذا ندعوكم نجمع الكل نكون مرحبا بكم في المهرجان بانوراما للفيلم القصير الدولي يبدأ من اليوم يتواصل حتى 6 فبراير 2020 من 3 حتى 5:30، والدخول يكون دخول مجانا. مرسي لمدينة الثقافة ومرسي للناس الكل، وكونوا معنا وتحية السينما.